تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبوليدة خلال أسبوع منصرم من وضع حد لشبكة إجرامية وطنية ودولية مختصة في ترويج المخدرات ونقلها من إلى خارج التراب الوطني انطلاقا من الحدود الولائية الغربية مرورا بولاية الوسط إلى غاية الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية للوطن، استغلالا للمعلومات التي تم الحصول عليها التي مفادها ترويج مخدرات على مستوى وسط مدينة البوليدة من طرف شبكة إجرامية. تم فتح تحقيق حول القضية بالتنسيق مع الجهات القضائية، حيث امتدت هذا التحقيق على مدار حوالي 3 أشهر، أين تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية مع توظيف كل الوسائل التقنية خلال مراحل التحريات التي مكنت من توقيف ووضع حد لهذه الشبكة، كما مكنت الاحترافية والمهنية العالية وكذا حنكة المحققين من الوصول إلى فك لغز خيوط شبكة هذه الشبكة الإجرامية وتوقيف كافة عناصرها وحجز كمية معتبرة من المخدرات. كللت العملية بنجاح كبير وأسفرت عن النتائج التالية، حيث تم توقيف 12 شخص من عناصر الشبكة الإجرامية السبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 61 سنة، في حين تم حجز 11 قنطار و 20 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت بصدد ترويجه، حجز 17 مركبة سياحية ونفعية استعملت من طرف عناصر الشبكة لنقل هذه السموم